ومعنا عبر الهاتف من الرياض الكاتب الرياضي أحمد الفهيد. سيد أحمد، أهلا بك معنا. إذا فاز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بالرغم من أنه لم يلعب أي مباراة ودية. المنتخب السعودي فريق منظومته جديدة واستطاع أن ينسجم في أقل من أسبوعين، مع ذلك حقق الفوز في كلاسيكو الخليج. كيف تعلقون على ذلك؟ هذا أنا أعتقد أن الفوز يعني ما أقول متوقع لكنه كان طبيعي. لأنه توقع الفوز في يعني تنافس بين الكويت والسعودية تحديدا كمنتخبين يعني في واردة في كل الاحتمالات، لكن هل الفوز طبيعي؟ نعم طبيعي. السعودية بلد تزخر بالمواهب والنجوم، والفريق الرديف لا يقل عن الفريق الأساسي. أيضا يعني هو مجموعة من الشباب حتى وإن كانوا يلعبون للمرة الأولى معا وبدون مباريات تجريبية أو ودية، إلا أنه طبيعة الدوري السعودي وطبيعة المنافسات السعودية يعني دائما ما تقدم النجوم، وبالتالي أصنع نوع من الانسجام التلقائي بين اللاعبين. طيب أستاذ أحمد، يعني نستطيع القول أن المباراة القادمة ستكون اختبار حقيقي لمستوى المنتخب السعودي ضد منتخب الإمارات، إذا ما أخذنا طبعا بعين الاعتبار أداء المنتخب السعودي في مباراة الافتتاح. بلا شك بلا شك، لأنه الآن ستتغير المعايير والمقاييس، سينظر للمنتخب السعودي نظرة أخرى. في البداية يعني نظر له على أنه فريق يعني يشارك من باب المشاركة لا أقل ولا أكثر، وأنه الفريق الذي حضر يعني هو فريق أقل من عادي، لكن بما قدمه في المباراة والنتيجة التي حققها أعتقد أنه سيتم النظر إليه بصورة يعني أكبر. نعم. هل 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 سيفوز المنتخب السعودي او سيخسر؟ كل الاحتمالات وارده، لكن ان فاز فهو امر طبيعي ايضا كما حدث مع الكويت. الامارات منتخب قوي ولا يستهان فيه، خصوصا وهو يشارك بعناصر الاساسيه اللي واجهت المنتخب في تصفيات مؤهله لكاس العالم. لكن ايضا المنتخب السعودي الموجود الان قادر جدا انه يهزم المنتخب الاماراتي. نعم. ويضمن التاهل لدور التاليه. إذا شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة من الرياض، حدثنا الكاتب الرياضي أحمد الفهيد.